خلال اليومين الفارتين معناها الاول والثاني من شهر جوان سجلنا قرابه ال 17 حريق، 14 حريق كان باش يكون اكثر دقه. كي نجيو نقارناها في النهارين هذوما مع شهر ماي بريسك 20% من عدد الحرائق سجلناها في نهارين مقارنة بشهر ماي، دونك شنو ثم ارتفاع في عدد الحرائق، وهذا هذا منتظر باعتبار الخسائر الامس الخسائر اللي هي تعتبر معناها اهم حريق لحد الان، وان شاء الله يكون بنجاوزو الحد هذايا اللي صار في عمت بوسعاد هذيك، تم حريق في مزرعه تاع قمح نتيجة سقوط خط التغذية الكهربائية من ضغط عالي، انطلق الحريق ما تسبب الحريق في انتشار النيران بالمزرعة دي، ودخلنا بأسرع وقت مع دائرة الغابات وسخرنا 6 شاحنات إطفاء ما بين بعضنا، وتم اقتصار معناها تحديد الخسائر ب6 هكتارات.